تعاني الطفلة عباس ريحانة البالغة من العمر سنة واحدة من ولاية أولاد جلال من فشل كبدي، وهي تخضع للعلاج باستمرار مع فحوصات مخبرية وشعاعية بشكل دوري. ريحانة حاليا بحاجة إلى عملية عاجلة وبأسرع وقت ممكن لزراعة الكبد بمركز أمراض وزراعة الكبد بمستشفى تركيا، حيث تقدر تكاليف هذه العملية ب 140 مليون سنتيم. وتناشد عائلة الطفلة ريحانة أهل البر والإحسان لمساعدتها على جمع المبلغ المطلوب، مع العلم أن العائلة فقدت أختها التي كانت تعاني من نفس المرض. مراسلة عيسى شروف. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم حالة وشكرا لكم مع طفلة صغيرة عمرها عام، وهي تعاني من تليف كبدي، وهي طفلة صغيرة كما راكم تشوفوا أعزائي المشاهدين، طفلة عمرها عام اسمها ريحانة كما راكم تشوفوا أعزائي المشاهدين، وهذا باباها دوكا يحكي لنا ما هي في حتان فاق بها ولا في حتان صرا لها كذا. الاسم تاعك واش كاين؟ ماشي هذه بنتك، احكي لنا باش التفاصيل تاعها كيف حتان عرفتها باللي عندها تلف كبدي. نظرت تنتفخ الشيء تاعها هذه الجهه اليمين، تنتفخ عندها طيحه تنفخ، رحت ديجا كبير قال لي راه عندها طيحه من فوق. ايوا ما طلعت الجزائر قال لي راه عندها تليف كبدي. ايوا الجزائر. وكاش بديها طبيب قصدي مختص يعني؟ ديجا اختصاص واش ديجا واش قالوا لك؟ قال لي عندها الكبده تعبانه، هي اللي راه متعبانه في الطيحه الاولى راه من فوق. قال لك لازم لك عمليه ولا لازم علاج فقط ولا ما كانش العلاج تاعها؟ ما كانش علاج تاعها. اي قال لك لازم بالضبط. يعني واش اعزائي المشاهدين اللي يشوفوا فيك يعني يدوا لك تفاصيل مبلله تاعها، يعني كيف واش قال لك؟ يعني لازم عمليه، لازم يعني في الخارج لازم واش يعني؟ لازمها عمليه، لازم عملية تاع الكبد، زراعة الكبد. لازم عملية في الخارج. إيه، لازم عملية زراعة الكبد. وبعد كل شيء تاع الخارج كيف؟ كلش كونفرمينت الآن كلش. قال لك إن شاء الله العملية تاعها. إن شاء الله بعثوا لي حتى قصدي تاع السبيطار ورقة وفاليا، ورحت خلصت على الطيارة. أيوا. نسيت قبلها. نجم المبلغ باه نروح. قد إيه قال لك المبلغ هذا؟ 140. 140 مليون العملية تاع الطفل. إيه. رقيقة. نناشد المسؤولين وزارة الصحة ووالي ولاية ولاد جلال إلى سكان ولاية ولاد جلال، إلى يعني من يشاهد هذا المقطع الفيديو، إلى هذه البراءة ريحانة التي تناشدكم أيها الآباء، تناشدكم أيها المواطنون بأن تساعدوها في أقرب الأجل.